السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. نواصل الحديث حول التاريخ الإسلامي، وهذه مع الحلقات المتواصلة، حيث تكلمنا في الفيديو اللي قبل هذه حول مقدمة كيفاش ظهرت وكيفاش بدأت ما يسمى بالديانات السماوية. واليوم باش نتكلموا حول أول دين سماوي ظهر بصفة رسمية. كما تعرفوا أن في الأول ما نجموش نسميوها ديانات، بل نجمو نسميوها معتقدات. كما عرفتوا في الفيديوهات السابقة تكلمنا حول ما يسمى المعتقدات بالأجداد، ثم المعتقدات بالأشياء الطبيعية الذي حول الإنسان مثل الجبال والأنهار وحتى الحيوانات، والتقرب إلى ما يسمى روح هذه الأشياء أو لب هذه الأشياء، سواء من أجل معناتها أنك تأمن الشر متاعها، أو من أجل أن ترجوها أن تقدم لك بعض الحاجات. كما قلت لكم أن الإنسان في الأول كان يرسم مثلا الغزال في الكهوف لكي يسيطر على لب الغزال وروح الغزال ويكون عنده صيد وثير. كما أنه ارتبطت المعتقدات بالأمور اللي حول الإنسان الطبيعية مثل الرياح والأمطار، وخاصة عندما بدأت الزراعة عند الإنسان، ومن أجل الحصول على نجم نقول وإحنا محصول وفير. ثم زادت تطورت هذه المعتقدات إلى ما يسمى بالنجوم أو الكواكب، كما الشمس والقمر والنجوم اللي موجودة في السماء والكواكب الأخرى. يعني هذا بصفة عامة ما نطلق عليه بالمعتقدات الطبيعية. ثم بدأ الإنسان يسأل بعض الأسئلة الوجودية، من أين أتيت؟ لماذا أتيت؟ إلى أين أذهب؟ وبدأ يتداخل ما يسمى التصرف الإنساني العادي، سواء أمام موقف الموت عندما يرى إنسان مات قدامه ثم يبقى في ذاكرته أو يحلم به، وهنا تكون ما يسمى الإزدواجية والإيمان بعالم موازي لهذا العالم ينتقل إليه الإنسان عندما يموت، أو تنتقل إليه الحيوانات، كما تعرفوا فكرة ما يسمى البعث وغيرها من الأمور اللي تطورت عند الفراعنة وتواصلت عند الشعوب الأخرى. ثم بدأت تظهر ما يسمى بداية الأديان التي تعتمد على تشريع، لأن عندما بدأت تكبر ما يسمى بالمدن وبدأ الإنسان يعني ينظم حياته اليومية وينظم القوانين، محتاج إلى أن تكون هذه القوانين عليها نوع من القداسة لكي يتم قبولها من طرف عامة الناس. في الأول كما تعرفوا لو نرجع للتاريخ، المعتقدات كانت أكثر قريبة للأنوثة، فلهذا يعني أنه نرجع قديما نلقاو ديما الآلهة ممثلة بأنثى، لأن كانت المرأة هي مصدر الحياة وهي الذي تنجب الأولاد، وكانت كل ما هو معناتها ينجب من زرع أو من تربية مواشي أو غيرها مرتبط معناتها ارتباط وثيق بما يسمى بالأنثى، ولهذا كان هناك تقديس. وبدأ الإنسان يطور ما يسمى بنوعا ما السحر أو الطب وطب الأعشاب، وبدأ يلاحظ كيف يعالج المشاكل اللي حوله، وهناك بدأت بشوية بشوية هذه المعتقدات تتطور حتى ولات كما نقوله نوع من التشريع أو المعتقدات الراسخة المتوارثة من أب الجد، واللي الناس تتعلمها معناتها في الأول شفاهيا، ثم عندما ظهرت الكتابة مع الوقت أصبح الإنسان يدون ذلك الأشياء وينقلها من جيل إلى آخر. ولكن عندما بدأت ما يسمى كما قلت لكم الحضارة السومرية، وبدأ نظام الحكم، وبدأت البشرية تدخل في صراعات مع شعوب أخرى منافسة لها، هنا بدأ يظهر الفكر الديني. وكما قلت لكم في الفيديو حول السومرية كيفاش بدأ يتكون المعتقد الخرافي الذي ينسب قصص نوعا ما خيالية، مثل مثلا توا القصص متاع الصور المتحركة
أو القصص الخيالية أو الكتب الخيالية، وبدأ الإنسان يعطي أجوبة للأسئلة الذي ليس لديه إجابة عليها، مثل ما بعد الموت، ومن أين أتينا، ولماذا نحن موجودين، وفكرة ما يسمى الرب الذي تحول نوعا ما بطريقة تدريجية من الأنثى إلى الرجل الذي هو رب الأسرة والذي هو المسير. هذا بصفة عامة. أما بالنسبة للديانات السماوية، الديانات السماوية معناتها نجم نقولوا أول دين معترف به ظهر سماوي هو الدين الزردشتي، وهذا هو الموضوع متاعنا في الفيديو هذه. عندما نقولوا معناتها ديانة سماوية، نقصد أن شخص يدعي أنه رسول، يعني مرسل من طرف قوة، مهما كانت هذه القوة بغض النظر عليها هل كانت معناتها خالقة أو كانت موجودة ضمن الكون، كما شفنا عند السومريين عندما كانوا يعتقدوا أن البشرية تكونت نتيجة تلقيح مع موجودات أخرى من كواكب أخرى ومن مناطق أخرى. ولكن الزردشتية أتت بشيء جديد، إنها عودة نظمة ما يسمى بالفكر الديني، وجابت فكرة ما يسمى بالرسول. احنا نعرف اللي الديانة الزردشتية لم تخلق يعني هكذا، يعني هناك ديانة إيرانية قديمة، وهالديانة الإيرانية القديمة يعني نابعة من ديانات أخرى بعد ظهرت، كما الهندوكية اللي هي تسبق الزردشتية، والذي لا يعرف لها معناتها شخص بعينه أنه هو اللي كونها، وإنما هي كانت نوعا ما قريبة من الغنوصية، يعني عدة أشخاص هما اللي كونوا هذه الديانة على مرحلة طويلة جدا، وكانت في الأول شفاهية، ثم بدأت تكتب وظهر ما يسمى كتاب الفيدا، اللي هو يجمع الحكم، تجمع كل هذه الآلهة مع الوقت تحت إله أعلى. وهذه فكرة ما يسمى الإله الأوحد. الإله الأوحد هذه بدأت تظهر وقتها، بدأ يظهر ما يسمى الفكر الإمبريالي، الفكر الذي يريد أن يفرض آراءه بالقوة على العالم على أساس أنه يملك الحقيقة المطلقة. إذن بالنسبة للإزدواجية، ما يسمى إله الخير وإله الشر، كانت موجودة معناتها في المعتقدات الإيرانية الفارسية القديمة، وكانوا معناتها ما يسمى بالكهان هم اللي يشرفوا على هذه المسألة لتنظيم هذه المعتقدات وتسيير ما يسمى القوانين الذي تحكم هذه الديانات القديمة. والذي جاء بهذه الديانة هو زردشت، واللي معناتها معروف، معناتها في التاريخ معروف، لكن ما عندناش أدلة بالضبط وقتاش توجد وكيفاش توجد. هذا الشخص يعني جاء وبدأ بفكرة أنه تم اختياره من طرف هارو مازدا، يعني إله الخير، لكي يبلغ الرسالة بتاعه للبشر، وأنه هو إله الخير، وأنه يجب أن يحارب ما يسمى إله الشر. هذه هي الفكرة الأساسية للزردشتية. أنا ما حبيتش نحكي على الزردشتية بصفة عامة، على خاطر نحتاج إلى بعض الوثائق وبعض المعلومات الدقيقة لكي تاخذوا فكرة على هذه الديانة التي تعتبر أول ديانة سماوية. فما لبعض يعتبرها أنها أول ديانة توحيدية، وهذا غير صحيح، لأن نشوفه أن نوعا ما عند الفراعنة كان هناك نوع من التوحيد، وحتى عند ما يسمى الهندوك كان نوع من التوحيد، ولكن التوحيد عند الزردشتية كان نوعا ما أوضح وأكثر وضوح في مسألة التوحيد. فلهذا نعتبر أن كل الديانات الإبراهيمية تعود إلى الديانة الزردشتية، التي تعتبر ورثت الديانة الفارسية القديمة، وورثت الديانات والمعتقدات الهندية أو الحكم الهندية القديمة، وفي نفس الوقت ورثت المعتقدات السومرية. وكون الدين متكامل سيطر على منطقة كبيرة من منطقة الشرق الأوسط وإيران، وحكم فترة معناتها كبيرة، وأثر كثير على الفلسفة اليونانية، وهو المؤثر الأساسي على الديانات الإبراهيمية. لهذا أنا أشك أنه يكون زردشت، يمكن يكون هو إبراهيم
لان هناك وجه تقارب. اذا انا معناتها الفيديو هذه باش نعملها على قسمين، يعني توا نتكلم معاكم هكا، وبقيه الفيديو باش نتكلم معناتها عن طريق المصادر، وباش نحط لكم بعض الصور باش تفهموا شنو هذه الزردشتيه، وباش نتنقلوا للفيديو القادم باش نتكلموا كيفاش ظهرت الديانات الاخرى. اذا الزردشتيه هي اول الديانات السماويه التي نجم نقولوا هي الموحدة، وهي اللي جابت فكرة ما يسمى الجنة والنار وعالم البرزخ وفكرة المهدي المنتظر وفكرة عروج زردشت إلى السماء، وأخذ كتاب الفيستا من هارو مازدا، وفيه القوانين بتاعه، منها العبادات ومنها التشريع وغيرها من تلك الأمور. إذا ننتقل إلى الحديث عن الزردشتية بالمصادر. قبل ما نحكي على الزردشتية حبيتكم تشوفوا هذه التصويرة. هذه التصويرة تلخص تطور أو ظهور الأديان في العالم عبر التاريخ. نلقاه مثلا من أقدم الأديان الموجودة هي الديانة ما يسمى ما بين النهرين، أو الديانات ما بين النهرين، واللي منهم بالطبع السومرية. هذه الديانات يعني ظهرت قبل تقريبا 6000 سنة، يعني 3000 سنة قبل الميلاد، وتطورت هذه الديانة وأوجدت ما يسمى بالزردشتية والإسلام واليهودية والمسيحية. هذه يعني الديانات اللي تهمنا. أما هناك ديانات أخرى تطورت في مناطق أخرى من العالم، عندما نرجع لمنطقة الصين حيث ظهرت ما يسمى بالديانات الطبيعية القديمة الصينية، واللي هي تطورت طبعا، واللي ظهرت منها الكونفوشية والتاو والبوديزم وغيرها من الديانات الأخرى، وأدت إلى الديانات المعروفة الذي يطلق عليها ما يسمى بالفلسفات الدينية. هذه الديانات التي ظهرت في منطقة الصين هي ديانات بعيدة كل البعد على الديانات اللي ظهرت في منطقة الهند والشرق الأوسط. أما الديانة الأخرى اللي ظهرت واللي هي تقرب للديانة الصينية لأنها قريبة من منطقة أمريكا، خاصة منطقة ألاسكا، حيث ظهرت ما يسمى بالديانات الهنود الحمر، ومنهم طبعا لشامان وغيرهم اللي كانوا يعتقدوا باعتقادات خاصة، واحنا ما هوش موضوعنا لا ديانات الهنود الحمر ولا الديانات الصينية. أما النوع الثالث من الديانات اللي ظهرت هي اللي ظهرت في إفريقيا، واللي احنا نعرفوا اللي كانوا الأفارقة يؤمنوا بما يسمى بالتوتام أو ما يسمى بالطبيعة وتأثير الطبيعة والنحس والسحر وغيرها من الأمور. ولكن الديانة اللي لخصت كل هذه الديانات هي الديانة المصرية اللي ظهرت تقريبا في نفس الفترة متاع الديانة اللي من بين النهرين دجلة والفرات ولا بعدها بشوية. وهذه الديانة اتطورت ثم نجم نقولوا انقرضت أو اندمجت في الديانات اللي موجودة في الشرق الأوسط، كما أن هناك الديانات اللي ظهرت في أوروبا وخاصة في منطقة السلت وفي اليونان وفي الرومان، ثم هذه الديانات انقرضت وأخذت مكانها المسيحية اللي جت من الشرق. إذا نجم نقولوا أن الديانات الإفريقية والديانات الأوروبية انقرضت كليا، وسيطرت عليها الديانات اللي تكونت في الشرق الأوسط كما اليهودية والمسيحية والإسلام وغيرها من المذاهب الأخرى. هذه الصورة تلخص كل الديانات الموجودة، وإحنا اللي يهمنا هوني هي الديانات اللي ظهرت في منطقة الشرق الأوسط، واللي طبعا من بينهم الزردشتية اللي هي جاية من بين ديانات ما بين النهرين في الشرق الأوسط ومن بين الديانات الهندية. إذن هذه الفكرة واضحة، وإحنا توا باش نتكلموا على الديانة الزردشتية. تنسب الديانة الزردشتية إلى مؤسسها زردشت، الذي هناك اختلاف كبير حول مكان ولادته،
البعض يقول في منطقة أذربيجان، والبعض الآخر يقول لك في منطقة أفغانستان، والبعض الآخر يقول لك في نواحي يزد جنوب أو وسط إيران، وهذا رأي جدا ضعيف. ورأي آخر يقول لك بحر قزوين شمال إيران، وفما رأي آخر يقول لك تولد نواحي غرب إيران. إذن المكان متاعه بالضبط ماهوش محدد. كما أن تاريخ الميلاد متاعه رغم أنه التاريخ الرسمي يقول أنه تولد 660 قبل الميلاد، ولكن هناك اختلافات كثيرة. فما اللي رجحها 500 سنة قبل الميلاد، وفما اللي رجحها 1000 سنة قبل الميلاد. ولكن آخر الدراسات حول تاريخ مولد زردشت تحدد من بين القرن السابع والقرن التاسع قبل الميلاد. احنا في الحقيقة ما نعرف حتى شيء حول زردشت الا حسب الكتاب المقدس للزردشتية، وهو مكتوب بلغة فارسية قديمة تقرب جدا للغة الفارسية في افغانستان الداري، وهي لغة جدا قديمة. اما معنى اسم زردشت حتى هو تم الاختلاف حوله على حسب اللهجات او اللغات، فبعض يترجم الاسم متاعه أو يعطي تفسير للاسم متاعه على أساس أنه راعي الجمال أو محب الجمال. كما أن أسترا الكلمة يعني اللي مأخوذة منها زردشت زادة تعني النجم، نجم تكون راعي النجوم أو محب النجوم. كما أن نلقى في اللغة الكردية اللي هي قريبة جدا أيضا من الفارسية أن المقصود به هو الذهب أو المعدن الثمين. المهم الاسم متاعه يدل على أنه الهادي أو الراعي أو المعلم بصفة عامة اللي بش يوري الحقيقة للبشر. كما أنه يطلق عليه ابن هارومازدا يعني ابن الإله، ليس بمفهوم الابن البيولوجي وإنما بمفهوم الابن المرسل من طرف الأب الأعلى اللي هو هارومازدا إله الخير اللي بالنسبة للزردشتية. المهم أنا توا نحاول باش نتكلم على زردشت بحد ذاته قبل ما نتكلم على الزردشتية. وقت نرجع لحياة زردشت نلقاها كلها معجزات، بل هي معناتها من الشخصيات اللي معناتها من أول الولادة متاعه بل قبل الولادة متاعه، ونحكيه على المعجزات. حتى أنه الأساطير تحكي على أن أبوه كان يرعى في أحد الحقول، ظهر له معنتها شبحان أعطوه غصن وقالوا له أعطيه لمرتك تشربه، وهو مشى روح للدار وخلطه مع بعض النبات وأعطاه لمرته تشربه ياخي حبلة بزردشت. الرواية تقول وقت قرب المولد متاعه وحملت زوجة وحملت أمه بيه، ظهرت سحابة سوداء وجاها شيء في المنام وانتزع منها الولد من رحم متاحها وحب يقتله، لكن لم قامت تصيح وتعيط وظهر شعاع معنتها من السماء من النور معنتها ومزق السحاب الأسود واختف الوليد وعاود رجعه لأمه. إذن قصة مولد زردشت يعني يقولوا حتى أنه تولد هو يضحك، فهمت يعني القصة متاعه متاع المولد متاعه قصة جدا مليئة بالأساطير، وهناك كثير من الأساطير اللي تتكلم على ميلاده وكيفاش إنها السحرة أو الكهنة في ذلك العصر سمعوا به اللي هو يحب يدمرهم، يا أخي رموه في النار، يا أخي أمه ملقتوش بشت تفركس عليه، يا أخي لقاته يلعب داخل النار والنار ما حرقتوش. أنا مانيش باش نذكر كل الخرافات اللي تحكى على زردشت وهي معناتها ليس لها أساس من الصحة، ولكن حبيت نركز على نقطة مهمة. هل تاريخيا فما دليل على وجود زردشت؟ هنا نجم نقولوا إن رغم إنها ما فماش أدلة تاريخية ثابتة ودقيقة تدل على وجود زردشت، ولكن نجم نقولوا إن الأدلة اللي عنا ومتوفرة لدينا هي أكثر بكثير جدا من الأدلة الموجودة حول الأنبياء الإبراهيميين أو مثلا حول إبراهيم أو حول موسى أو حول عيسى أو حتى حول
محمد، يعني الأدلة حول زردشت هي أكثر بكثير، خاطر اختلفوا العلماء، فما اللي قالوا لي هي شخصية وهمية وليس لها أي وجود، وإن معناتها فكرة ظهور زردشت وأنه مجدد للدين الفارسي القديم اللي باش نتكلموا عليه من بعد، لأن الزردشتية كما قلت لكم ما ظهرتش من فراغ، فهمت، هي جاية تصحيح لديانة فارسية قديمة كانت موجودة قبل وكانت تؤمن تقريبا بنفس المبادئ، ويعتبرها زردشت انها انحرفت عن الطريق وانها اتجهت نحو الشرك وابتعدت على اله الخير، فهو جاء باش يصلحها كما يعملوا الانبياء نتاع اولاد ابراهيم الكلهم، كل واحد يجي يقول لك انا جاي نصحح ديانه اجدادي، يعني الفكره هي نفسها. رغم اللي معناتها افلاطون ذكر معناتها زردشت، ولكن افلاطون جاء من بعد يعني زردشت، ولكن هناك فما بعض النصوص خارج النص الزردشتي يتكلموا على وجود شخصية اسمها زردشت. إذا نجم نقولوا احنا اللي وجود زردشت فعنده نسبة، يعني نجم نقولوا لا بأس بها ان هذا الشخص توجد. طبعا احنا ما نتكلموش على الخرافات اللي تحكى حول حياته وعلى المعجزات اللي قام بها، احنا نحاولوا هوني باش نلخصوا الحياه نتاعو على حسب ما يرويها معناتها المصدر الزردشتي. يقول لك ان زردشت وقت وصل عمره 7 سنين بعث ابوه باش يقرا عند كاهن جاناتي ولا هندوكي، المهم يعني كاهن من الكهان، خاطر فما اللي يقول ان زردشت كان جاناتي، وفما اللي يقول لا كان هندوكي، وفما يقول لك لا كان على ديانة قومه القديمة، وكل واحد شي يقول شنو كانت الديانة متاع والديه. المهم بعثوا باش يتعلم الحكمة وخاصة يتعلم الطب، وخاصة في ذلك الوقت كان معناتها المداوات بالأعشاب حاجة جدا مهمة. وبعد 7 سنين من القراية متاعه رجع وشارك في حرب من الحروب اللي كانت تقودها الدولة متاعو ضد أعدائه، وكان غديك يداوي الجرحى وكان يشوف الناس كيفاش تتعذب وكيفاش معنتها تعاني من الأمراض ومن الجروح، وهذاك معنتها جعل زردشت إنسان يحب ياسر فكرة الخير، خاصة مثلا الزردشتية طبعا بعد وتنحكيوا عليها تركز تركيز كبير على الخير، الخير هو عنصر أساسي، حتى أن القاعدة متاحة يقول لك لازمك تفكر معناتها تفكير خيري، وأنك تقول كلام باهي، وأنك تعمل عمل باهي، هذه ما يسمى التثليث عندهم. التثليث الأشياء الثلاثة أو المثلث متاع الفكر الزردشتي يقوم على الفكر الصالح والقول الصالح والفعل الصالح، يعني ثلاثة حاجات لازمك تعملهم، هو أنك تفكر إيجابياً وتتكلم بحاجات صالحة وتعمل حاجات الباهية. احنا توا ما نشبش نحكيه على الزردشتية كدين، خلينا نعرفه ساعة بهذا زردشت اللي من بعد وقت رجع قالوا انه عرس، وبعد لا تزوج اطلب من المرأة متاعه انه يختلي في مكان، يقولوا طلع للجبل واختلى وبقى يخمم وابتعد على كما نقولوا الحياة الدنيا، والمرأة متاعو على حسب الروايات كانت تشجع فيه انه يختلي وانه يمشي يفكر. وهذه فكرة ما يسمى الرهبنة او الاختلاء، هي فكرة كانت منتشرة في منطقة الهند ومنطقة افغانستان وباكستان والمنطقة هذيك، يعني ما كانتش موجودة في الشرق الاوسط او في اوروبا ولا في افريقيا، كانت موجودة في المنطقة هذيك خاصة جهة فارس. اذن بعد الاختلاء عاود رجع وبدأ ينشر في الدين متاعه، والكهنة تقلقوا منه وشكاوا به للملك، يا أخي دخلوا للحبس. من بعد الملك حسب الرواية إنه فما حصان متاعه مرض، وكان الحصان ذاك يحبه ياسر، فطلب من الكهان بشي عالجوه، فما نجموش يعالجوه. يا أخي جاه زردشت وقالوا نعالجه لك بشرط إنك تدخل في الدين متاعي، وبالفعل عالجه له ودخل في الدين متاعه، ولا الملك يؤمن بالزردشتية وبدأت تنتشر الزردشتية، رغم أن فما قبائل أخرى رفضت هذه الديانة وتمسكت
بالديانة القديمة اللي هي منبع الزردشتية واللي هي معروفة اسمها المزدية أو المزدكة، يعني هي الديانة اللي قبل الديانة الزردشتية، واللي جاء زردشت وحب يصلحها ويردها ديانة توحيدية بأتم معنى الكلمة، حيث إن الذي يعبد الوحيد هو هرومزدا، هو إله الخير، وهذا اللي باش نتكلموا عليه في الفيديو القادم حول الفكر الزردشتي. إذن هذه هي قصة تقريبا زردشت اللي هو يقول عاش تقريبا 77 سنة ومن بعد قتل، فما اللي يقول لك قتل، فما اللي يقول لك مات وحده، كل واحد شي يقول لك. المهم هو رغم أنه شخصية تعتبر بين الأسطورة والحقيقة، ولكن الأدلة على وجود شخصية كما زردشت هي أكثر قوة من الأدلة على وجود شخصية مثلا كما إبراهيم. إذن أنا في الفيديو هذه مانيش باش نطول ياسر، باش نوقف في هذا القصد لأن باش نعملها على جزئين. الجزء الأول تكلمت بصفة عامة حول شخصية زردشت الذي هو يعتبر مجدد للديانة الفارسية القديمة، واللي جاب فكر جديد، واللي ادعى انه مرسل من طرف هرومزدا، حيث الرواية تقول انه جاه ملك من الملائكة وطلعوا في المعراج للسماء وتقابل ووقف قدام العرش بتاع هرومزدا واعطاه الكتاب المقدس واعطاه العبادات وطلب منه باش يمشي ينشر الدعوة متاعه على جميع الأرض، وهي أول فكرة دعوة عالمية إمبريالية من أجل نشر فكر واحد اللي يعتبره زردشت هو الفكر الحق وهو الخير ضد ما يسمى الشر، ما يسمى الازدواجية. كما قلت لكم الازدواجية أو فكرة الازدواجية، الخير والشر، الفوق أو التحت، السماء والأرض، هي فكرة موجودة قبل زردشت، وإنما زردشت الفكرة اللي جاء بها جديدة إنه مرسل من طرف ما يسمى إله الخير، خالق الكون وخالق الوجود حسب المعتقد متاعه، واللي لازمنا نكونوا معاه من أجل نشر الخير والديانة الزردشتية التي تعتبر نفسها هي الحق المطلق. ورغم أن زردشت يعتبر أول رسول، يعني أول واحد تكلم على أنه مرسل من طرف إله، ولكن ذلك لا يعني أن هناك من ادعى ذلك قبله لم ينجح أو نجح نسبيا. كما مثلا نعرف مزداك وهو ولد، يقال أنه ولد في الألف الأولى قبل الميلاد، وكان مزدا هذا أمير من أمراء ميديا، ترك إمارته ورحل عنها 5 سنوات إلى جبال إيران الغربية، خلالها على حسب معناتها قول مزداك والرواية اللي هي الديانة اللي قبل الزردشتية واللي هي تؤمن أيضا بالإزدواجية، تقول أن ظهر له ملاك يبشره بالخلاص وما يسمى الصراط المستقيم، ثم عاد هذا الشخص لنشر دينه الجديد أو ما يسمى بالعقيدة المزدية أو المزدكية. فكانت تقول أن هناك قوة متناقضة تسبب التصادم والنزاع اللي موجود في العالم. هذا الشخص معناته لاحظ، ومش هو برك لاحظ، يعني غيره لاحظوا أن هناك تناقضات، فما الظلمة وفما النور، فما الخير فما الشر، وأن هذا الشيء لا يمكن أن يكون معناته من طرف خالق واحد. فلهذا تكونت عند الفرس في ذلك الوقت الفكر الازدواجي نتاع إله الخير وإله الشر، وهذا باش نتكلموا عليه في الفيديو القادم. وتطورت هذه الفكرة وكونت معناتها نظام خاص وعقيدة خاصة اللي تطورت مع الوقت، واللي جاء زردشت من أجل أنه ما يسمى يعدلها ويصلحها. كما قلت لكم قبل ظهور زردشت وقبل ظهور مزداك ويمكن قبل ظهور أشخاص أخرين ادعوا النبوة أو الرسالة من طرف موجود خارج الأرض، سواء كان مخلوق أو موجود من كوكب آخر أو إله أو رب، كانت الديانات لا تتكون بشخص واحد، بل كانت تتوارث
ويكونها عديد الأشخاص كما حكيت لكم حول الغنوصية. الغنوصية تتطور مع الوقت، يعني هي عبارة على أنه يجي واحد حكيم وينقل المعرفة متاعه للأشخاص اللي بعده، من بعد يظهروا حكماء آخرين وكل واحد يزيد شوية، كما مثلا في الديانة الهندوكية اللي ما نعرفوش شكون أسسها، بل اللي أسسها هما سلسلة طويلة جدا من الحكماء أو ما يسمى بالمفكرين الروحانيين، هما اللي كونوا هذه الديانة، من بعد جمعوها في كتاب وردوها الديانة الهندوكية. التحول الجذري اللي وقع في ذلك الوقت هي بداية فكرة النبوة، ما يسمى بالرسالة، على خطر قبل كان الإنسان هو اللي يسعى نحو معرفة الحقيقة، وهو اللي يفكر، وهو اللي يبحث على الأسئلة اللي يطرحها الإنسان العادي الوجودية، مثل لماذا احنا موجودين، فين احنا ماشيين، من فين احنا جايين، كل هذه ما يسمى بالأسئلة الوجودية. وهؤلاء الحكماء عبر التاريخ وعلى حسب كل عصر يعطيوا إجابات، والإجابات هذيك تتطور مع الوقت ومع تطور الإنسان. ولكن مع ظهور الكتابة وكتابة تلك الأفكار، أصبحت تلك الأفكار جامدة وتحولت إلى أديان، وهنا تعدنا على ما يسمى بالبحث الفلسفي الروحاني بين قوسين للوجود الإنساني، حيث انتقلنا من مرحلة التوارث الكلامي إلى التوارث المكتوب الجامد الذي يؤخذ صفة مقدسة وما عادش النجم نبدله. والحاجة اللي جاء بها زردشت، ولا اللي قبله من ادعوا النبوة أو الرسالة، أما زردشت يبقى هو تاريخيا أكثر واحد ثابت إنه هو أب كل الديانات ما يسمى السماوية، يعني المصدر متاعه أو ما يسمى الفيستا، هذا يعني كتب، ورغم أنه معناته كتب بعد موته بفترة طويلة، وقيل أنه ضاع قدش من مرة وعاودوا رجعوه وعاودوا كتبوه، وأنه بعض المقاطع منه ضاعت، لكن عندنا مصدر تاريخي نجم نقوله هو يلخص فكر الزردشتية. وهكاك في الفيديو القادم باش نتكلموا حول هذا الدين السماوي اللي هو يعتبر المصدر الأساسي للديانات الإبراهيمية، إن لم نقل إنه هو بداية الديانات الإبراهيمية في الشرق الأوسط. وكما قلت لكم هو ورث كل ديانات الشرق الأوسط وديانات ما تسمى منطقة الهند وباكستان وأفغانستان وفارس. أظن إلى هذا الحد نكتفي بهذا الفيديو، ومع فيديو قادم باش نتكلموا حول مبادئ وأفكار الزردشتية، وشنو الإجابات اللي تقدمهم الزردشتية للأسئلة الوجودية، باش نعرفوا معناتها التقارب بينها ومن بين ما يسمى الديانات الإبراهيمية. وشكرا على المتابعة، وشكرا على توزيع الفيديو، ومع فيديو قادم، وبالسلامة.